وصلنا هنا قالوا التماس كهربائي، المعمل كله احترق بكماله يعني. الوادي بكلده ما نعرف شنو سبب الحريق. كهرباء، واحد يقول سكيبات، واحد يقول اي. بس الدفاع المدني كان بوقت سريع. والله بوقت سريع وعندك القبله والحيانيه وبم الداخلي كلها فزعت هنا. معناته لولا الدفاع كله فزع. وبارك الله بيهم وبارك الله بجودهم. ما ماكو حالات اصابه حق لا لا ماكو الحمد لله ماكو شيء ماكو شيء. يلا الحمد لله على سلامتي. الله يسلمك بعد وحدك كلها. جايفول بهالمحطة وراسة صار دخان، من صار دخان جت عينه لهبة يعني ماكو ثواني راسة قبل المعمل، وهنا حاطين سكيبات فوق الألف سكيبة مال خشب. هو هذا يستعد راسة باوعد لقيتها كلها نار يعني ما لحقنا عليه. جيت هنا طقتني اللهبة، صعدت على الماي حارة نار رأسة احترقت برجليه. هو معمل لإنتاج مال الماي وما لحقنا عليه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك بعد.